كمان ممكن جدا يعني تكون دي كمان حاجه بتاهلهم للمباراه النهائيه، لان انت خلاص ما فيش دوري والكاس مش هيتلعب، ففي الماتشين دول كمان على المستوى الفني بيلعبوا باسم منتخب مصر، مطالبين كمان ان احنا نكسب الماتشين دول، فده كمان شايف ان دوت على طريق استعداد اللعيبه للمباراه النهائيه. بص هقول لك حاجه، يعني بالنسبه للمنتخب احنا يعني محمد صلاح وتريزيجيه وكوكا دول ثلاثه مش موجودين في الاهلي والزمالك، ده خطينهم، دول شكل يمكن يتعامل بيهم حسام بدري. يعني نص الملعب هو ده اللي هتبتدي تشوف مين من نادي الزمالك ومين من النادي الاهلي، ده هيبقى النني تقريبا هيكون موجود، النني هيبقى لعيب من هنا ولعيب من هنا. مظبوط مظبوط كده. وفي هيجي احمد حجازي ورا، يبقى مع محمود علاء مثلا ناحيه الباك رايت. هل هو خد مين؟ انا مش فاهم. لا هاني، محمد هاني خد، محمد هاني. مفيش محترف نهائي يعني، لو بتتكلم عن محترفين يبقى انت بتتكلم على خط النص، بتتكلم على حجازي ده في خط الخط عندك خمسه سته محترفين هتستعيد. هم خمسه اللي جايين فعلا، اربعه من مصر والباقي برضو هتلاقي منهم محترفين. ما اعرفش خد محمدي ولا مغربي؟ لا لا، هو خد حجازي وخد تريزيجيه وخد صلاح وخد النني واحمد حسن كوكا، خمسه. وخمسه دول هيلعبوا، انت يعني محتاج معاك الشناوي او ابو جبل، انا ما اعرفش هو بالنسبه له حاجة. يعني في سته من اللعيبه المحترفين في سته مصريين، ثلاثه كده وثلاثه كده، ان ما كانش هيبقى واخد حد من اي نادي تاني هيكون ليه حظ المشاركه. فهو نص الملعب عندك والطرفين هم اللي هيبقى واحد من الزمالك مثلا وواحد من الاهلي، هتلاقي هنا ثلاثه وهنا ثلاثه، الثلاثه دول اللي هيكون ليهم الشرف ان هم هيلعبوا قدام توجو، هم دول اللي هيبقوا خلاص. يعني برضو انت محتاج صحيح ان اللعيبه في الفتره دي يكون وصلوا قبل ما بيوم 27 الاحساس بالسبرنتات، الاحساس بالمباريات، الاحساس بالضغط النفسي، الاحساس بكل حاجه، الاطمئنان على حالته البدنيه كويس قوي. فده برضو احنا محتاجينه، احنا مش رافضين ان هو يبقى موجود. ف انا بص بكلمك وانا هادي كده وعايز اهديهم معايا، فاكر احنا بنقعد، فاكر انا قلت لك احنا هنكسب كام في المغرب؟ قلت لك 2-1. قلت لي 2-1 دي حقيقه، قلت لك انتوا قاعدين تقولوا نتيجه ايجابيه 1-1 0-0، قلت لها يا سام، هو مفيش حد قال ان الاهلي هيكسب 2-0؟ انا بقول لك بقى احنا هنكسب 2-1. أيوة. وهقول لك حاجه في اخر البرنامج، قلت لها هنكسب 2-1. احساسي ان انا عندي الامكانيات اللي موجوده في الملعب، وحاله الوداد مش هي اللي انا كنت متوقعها، مش هي اللي انا شفتها. مش ده فاكر لما انت قعدت معانا الكابتن محمد حشيش وكتبنا مسكتوني انت وحشيش، قلت بس احنا طلعنا التشكيل محمد الصح، محمد انتوا صح، ما رضيتش اقول لك بس احنا التشكيل بس انتوا خدتوا بادجي، انتوا خدتوا بادجي وانا خدت 4-3-1 مروان، هو عارف انا كسبتكم في مروان وانت خدت بادجي. طب خلاص 9-0. لا لا، انتوا كنتوا صح. انا كنت عايز اقفل على اسماعيل حداد والراجل الثاني بديع، انا فعايز احط هنا اثنين ديفندرات جامدين وهنا اثنين بس، وعايز اضمن النتيجه واعمل كونتر اتاك واكسب باي حد بقى. لقيت حسين الشحات عوض وعلي معلول المسافات اللي بيعملها دي اتعملت وخلاص. جالنا الاسبوع اللي فات وكان قلقان منا، قاعد يقول شريف موجود، شريف كابتن فين؟ محمد حشيش كان معانا من يومين، كان قلقان يعني، ده حبيبي. لا يعني من مشاكستك يعني زي اللي عملتها المره اللي فاتت دي. اللي خلى حشيش عليا كده هاني، قال له ايه رايك في اللي بيقوله شريف؟ رايك اللي بيقوله شريف، ناخد راي فني كابتن كبير برضه، كابتن رايك في اللي بيقوله شريف؟ ايه ده حشيش؟ انت لازم تأمن على اللي انا بقوله. لا طبعا شريف كبير. عندنا فترة من هنا ان شاء الله ليوم 27 باذن الله التاسعة اكون هنا، بس قول لي بقى موسيماني ازاي يستعد واحنا النهارده بنتفرج على الزمالك والرجاء، انت بتلعب في خيالك الاهلي واللي هيكسب فيهم النهارده. انا هروح منين وهكسب منين؟ يعني دي حقيقة، مش هدافع ازاي؟ خلاص انا الزمالك بالنسبة لي بقى بن شرقي واحمد سيد زيزو، والاثنين حتى عوروني في الماتش الاخراني اللي بيني وبينهم بصراحه، يعني هم اللي عورونا برضو، بن شرقي واحمد سيد هم اللي بيلعبوا الكورتين اللي بالعرضيات دي، الكرات العرضيه واللي اللي كان عملوها في المغرب هناك او هنا، هم الشكل. وفي معاهم مصطفى محمد على شكل العرضيات ومستني، وراجل هيدرز ونفسيته مفتوحه، خلاص احنا عارفين المفاتيح معروفه، المفاتيح اكيد. يعني ساعات احنا كان زمان يقول لك انت هتعمل حساب لفلان وفلان وفلان، طب هم هيعملوا حساب بقى مصطفى عبده ازاي وخطيب وطاهر الشيخ وشريف طبعًا ومختار عندهم مشاكل كبيره هم كمان، يعني فمش هنقدر نتغلب على كده غير بالاستحواذ.
طول ما انت بتستحوذ في المباراه دي الكوره وبترهقه نفسيا وبتخليه اوت اوف بوزيشن اوت اوف جيم كمان، ويا سلام لما بترجم بقى كلام الهجوم ده بهدف هتلاقيه هو غصب عنه ده فاينل هيحاول يحط زي ما حصل فيه الجون النهارده كده. ودي العلامات اللي احنا لازم نتفرج عليها، لما دخل فيه الجون هيعمل ايه؟ هيفتح خطوطه كلها، هيحاول يعوض. طب انت عندك من كم من السرعات انك انت تعملي كونتر اتاك او تعملي هجمه مرتده سريعه عليه، اسرع مثلا من الرجاء، ده المفروض يعني. فالحكايه بقت يعني مش عايز اقول لك مرهقه للجهاز الفني، بس بقى فيها تمنيات ان اللعيبه تعمل لهم اللي هم نفسهم فيه او اللي هم في الرؤيه اللي شايفينها. فده كله عشان كده انا برجع اقول اللاعب هو دلوقتي صاحب الفاينل. الراجل هيمرن، الراجل هيقول مين احسن ناس عنده، الراجل قرا الزمالك، الزمالك قرا الاهلي، خلاص لعيبه.